أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد الدولي للتعاون والشراكة، أكد أن قيادة المملكة لن تدخر جهدا في دعم العراق في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة، وأشار إلى دعم المملكة للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه. إن القيادة في المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة والمستويات، وها نحن هنا اليوم لنؤكد أننا مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره ويحفظ مؤسساته ومكتسباته، ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية. لذا فإن المملكة تدعم حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه، وتأمل المملكة أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار جمهورية العراق. وأشار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن دبلوماسية المملكة تدعم السلم والحد من النزاعات، وتؤكد أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية حفاظا على استقرار دول المنطقة. إن دبلوماسيتنا تدعم بشكل فعال السلم والحد من النزاعات، وتؤكد على أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية للحفاظ على أمن واستقرار شعوب دول المنطقة. كما تشدد المملكة على أهمية احترام سيادة العراق والدول العربية والإسلامية ورفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية، مما سيساهم بشكل رئيسي في التعايش السلمي لجميع دول المنطقة.